هلو، اتمنى لكم يوم جميل. مشتريات شهر واحد طبعا حاجات بسيطة وهتكون كمالة او بداية المشاريع صغيرة لسه جاية. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بألف خير. الحاجات دي انا جايباها لاسباب. وفرت الوان من الخيط الضخم ده، زي ما انتم شايفين اللون الكافيه، اللون الموف. طبعا اللون ده انا عشقته، انا في الحقيقة مش بلبسه كتير، ولكن اول مرة اشتريه واشتغله كده الحاجة، حابة ان انا اعمله قطعة تريكو تكون مميزة كده ان شاء الله. هبتديها بس لسه مش عارفة يعني امتى تحديدا، لان عندي طبعا مشروع الكارديجان ومونتاج الكارديجان الحريمي وكوفيات شغالة فيها وحاجات تانية، فمشحونة يعني بصراحة الشتا دي. كمان جبت اللون ده، اللون ده حابة اعمله شراب للقدم، الشراب اللي هو المفتوح اللي هو تدفئة الكاحل بتاع رجلين، مش عارفة بصراحة اسمه ايه، يعني هو بيدفي الرجلين وبيتحط بيتلبس فوق البوت بس مش عارفة اسمه بصراحة. وحابة بقى اعمل لكم جوانتي، انا عاملة طبعا جوانتي سابقا وعايزة اعمل جوانتي تاني، فهعرض لكم بقى الاتنين ورا بعض ان شاء الله. جبت الخيط ده، طبعا هو نفس الخيوط اللي انتوا شفتوها الشهر اللي فات، بس البكر الضخم منها. طبعا بكر الضخم اسعاره شوية كل شوية عمالة تتغير، هو والخيوط يعني الخيوط كلها اسعارها عمالة تتغير، فقلت اوفر لنفسي كمان شوية من اللي انا ايه بوديه. خيط SAJ طبعا ده برضو استوكات، اللون شوكولاته خالص فعجبني قوي، حابه اعمل منه كوفيه رجالي وحابه اعمل منه كارديجان وحاجات تانية، بس طبعا الماديات فجبته حاليا لكوفيه. طبعا تحفه قوي اللون وعجبني قوي 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 بصراحه. وكمان جبت الخيط ده، خيط ده استوكات برضو، فالاسامي اللي عليه بتبقى بس يعني كده مش هي الاسامي الصحيحه للخيط. وبصوا شكل الخيط، طبعا في كتير هيقولوا ان الشعرايه السودا دي ياي، لكن لا بجد تحفه. الشعرايه السودا دي هي اللي تخلي زي عارفين لما يكون في حاجه ليها ظل كده، هي الخيط ده هيطلع ليه الظل ده. طبعا بفكر لسه مش عارفه انا ممكن اعمله ايه، بس فكرت يعني امبارح ان انا ممكن اعمله واحط فيه استرسات خرز اثناء الشغل في الغرزه نفسها واعمله باج، بس لسه مش متاكده اذا كنت هعمل كده ولا لا، وحابه ان الباج تكون كروشيه تونسي، فبصراحه انا متخيلها تحفه بس لسه مش عارفه يعني انا عندي الجرأه ان انا استخدم لون اصفر ولا لا، قولوا لي انتوا في الكومنتات. جبت طبعا وفرت 5 بكرات من ده على اساس يعني ان انا اعمل كوفيه، ووفرت هي بكره واحده حلوه قوي للشراب والجوانتي وهيفيد منها كمان، وبكره للجيلي اللي انا بفكر فيه تريكو. وال3 بكرات دول بصراحه اللي هما الصفر اشتريتهم طمع، لان الخلفيه اللون مع خلفيه انه يكون اصفر طاغي كده وخلفيته سودا تحفه تحفه بجد يعني. و بس اتمنى لكم يوم جميل مره تانيه، واي حد عايز اي خيوط من اللي شايفها حاليا هسيب لكم كمان باقي الالوان من نفس الخيوط، اي حد عايز منها يكلمني على الخاص. مع السلامه، باي.